الصلاة والسلام على رسول الله. ما كنتش نحب نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمك الله، قل الحمد لله. رحمك الله، قول ها سيدة تشوفوا هذا يهدينا. باهي ياسر، ممتاز. نحن شفنا في الأسابيع الفارطة حاجتين، يا اما نتعرضوا إلى أنشودة قائمة نحفظوها مزيانة كيفكم، وإلا نحفظوا ونحفظوا معاها هي دعاء، نتعلم دعاء. احنا إلى حد الآن عندنا في رصيدنا زوز أدعية، عندنا اثنين، عدد اثنين أدعية. لو كنت تفكروني به الدعاء الأول، وقتاش نقولوا الدعاء الأول هذا؟ يلا تفضل. عندما نستيقظ من النوم، عندما نستيقظ من النوم ونحن ما زلنا في فراشنا، ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يلا قولها مع بعضنا كلام، مش لازم أنشودة، مش لازم بالنغم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نحن مازلنا كحالين عينينا في الفراش بتاعنا، ومش نقوم الصباح. عندما نستيقظ من النوم نفرك أعيننا، ها أعيننا بيدينا، مش نقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ننزل من فراشنا، ماذا نقول عندما ننزل من فراشنا؟ ماذا نقول عندما ننزل من فراشنا؟ نقول يلا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والخلق والأمر والليل والنهار لله. ممتاز. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والخلق والأمر والليل والنهار لله. اليوم باش نقولوا مع بعضنا دعاء آخر، الدعاء عدد ثلاثة. الدعاء هذا وقتاش باش نقولوا الدعاء هذا؟ الدعاء هذا لما نقوم وننظر من النافذة، ها نحن قمنا الصباح من النوم تاعنا وحلينا الشباك وشفنا من النافذة، أو خرجنا إلى الشارع ذاهبين إلى المدرسة، ها ماذا سنرى أمامنا؟ سوف نرى السماء زرقاء، وسوف نرى الشمس، ها وسوف نرى الدنيا، ها اي هذا الكل اللي باش نشوفوه، السماء والشمس. شكون عمل السماء؟ الله. الله. شكون خلق الشمس؟ الله. إذا نقول عندما نرى هذا الخلق ماذا نقول؟ نقول ربنا، ربنا ما خلقت هذا، هذا الذي نراه الشمس والعصافير والسماء والدنيا هذه تفاصيلها، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما هذا اللي نشوفه فيه نحن حقيقة خلق الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا. يلا معايا معايا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. يلا بدينا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقولوا له حاجة أخرى، يا مصرف الأمور، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك. يلا، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك. هات نعاودوها كلها يلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك. ما معنى ثبت قلبي على دينك؟ خليني ديما، خليني ديما على دينك. شنو هو الدين اللي انت عليه؟ الإسلام.
خليني ديما مسلم يا ربي، خليني ديما مسلم، ثبتني على دينك. ها هذا هو مالا ربنا ما نقولوها بالايقاع خاطر بعد نعطيوها نغم باش نحفظوها. ها تقولوا ربنا، يلا ربنا ما خلقت هذا باطلا، 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 يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك. ماذا بالنغم باش نقولوها بالشكل هذه وبالطريقة هذه وبهالطبيعة بالنغم باش نزيدوا نتمكنوا منها أكثر. اسمعني كيفاش باش نقولها، هو مقام شنو هذا اللي قاعدين نقولوا فيه نحن تو؟ ممتازة سرورة سيكا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك، هكا باش نقولوها. ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك، ربنا قلبي على دينك، يا مصرف الأمور ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأمور
ممتاز، هات ناخدهم الثلاثه مع بعض. يلا من الاول نبداو. الحمد لله الذي احيانا بعدنا الأدعية الجميلة. في دجلة تكن منها عصفور.
ممتاز. بقى يا سيدي هات ناخده الوضوء ما دامنا نحن في نفس المقام. فلوسات؟ زوز. شو سميتهم؟ سميتهم فلوسات. فلوسات ممتازين. في بيدك فلوسات؟ هاي سيدي بقى. هيا يا سامع قوة تبقى قوة هيا للصلاة تمرمر واستنشق حلوة. أنشودة جديدة جميلة عنوانها القرآن. القرآن هي في مقام الجهركة. في مقام الجهركة. القرآن تعرفوه القرآن؟ حبوه القرآن؟ هو شنو القرآن؟ هو كلام من؟ الله. كلام الله. القرآن كلام شكون؟ الله. أقوى وأشد كلام شكون؟ الله. بعضنا واحدة. الله. 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 القرآن هو كلام الله. لا. القرآن شو تقول الأنشودة؟ تقول القرآن. تبعوني مليح. تبعوني مش تعطيكم الحلوة. تبعوني مليح. القرآن بيه القلب اطمان. انا قلبي مطمئن لما اقرا القران. ها القران بيه القلب اطمان. الرحمن حفظ من التحريف. تغزروا لي كل هنا مريم. القران بيه القلب اطمان. الرحمن حفظ من التحريف. نعود يلا. القرآن به القلب اطمان. الرحمن حفظ من التحريف. القرآن دستور الإيمان. يلا. القرآن دستور الإيمان. شكون جابهولنا القرآن؟ رب. اي شكون بعثلنا بالقرآن؟ رب. رسول. ممتازة. صفقوا عليها برشة برشة برشة. ألاء. ألاء ممتازة. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام هو على لسانه جاءنا القرآن. ما نقوله القرآن دستور الإيمان جعل لسان نبي
شريف عفيف. نبي شريف عفيف. عاود نبي شريف عفيف. يلا اقراوا هذه كلها يلا بسرعه يلا. القران بين القلب الرحمن حفظ من التحريف. القران دستور الايمان جعل لسان نبي شريف عفيف. ممتازه هذه. ها نكمل. الانسان حافظ للقران. لحظه شكون حافظ القران في القاعه هنا معانا؟ الكلكم حافظين القران هكا ولا لا؟ اذا كان مش برشا شويه الكلكم ممتازين. انتوما حافظين القران ملا انتوما اوزش قال عليكم الانشوده. الانسان الحافظ للقران هاي شبيه يعيش فرحان. وذاك علاش انتوما ديما فرحانين. يعيش فرحان يقابل رب الضيف. في الميزان يشفع القران. لا في الميزان يشفع القران. على الصراط يجري العبد خفيف. يبدا خفيف يمشي على الصراط. الصراط المستقيم اللي عندنا موجوده في الفاتحه في سوره الفاتحه. يلا سيدي ما لهيت تقراوا مع بعضنا النص. القران فيه القلب اثنان صبوره. الرحمن حفظ من التحريف. القران دستور الايمان جعل لسان نبي شريف عفيف. الانسان الحافظ للقران يعيش فرحان يقابل رب الدين. في الميزان يشفع القران. على الصراط يجري العبد خفيف. ممتازين. هات نشوفوا الكساء النغمي نتاعها يلا. كيف تاخذ حلوه من بعد؟ تحب الحلوه؟ ها؟ ماش تعمل ها؟ كاش ما تعطيكش الحلوه. يلا. يلا سيدي ناخذها في مقام الجهاد. شحفظوها معانا. القرآن فيه القلب اطمئن. الرحمن حفظ من التحريف. أحلاها الأنشودة. القرآن فيه القلب اطمئن. الرحمن حفظ من التحريف. كلنا ماذا بيا الكل تو. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. لا مش تعاوني. يلا انت زميل. يلا 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 بتعرف؟ يلا 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 عاود يلا. يلا بسرعة. قول انت بابا. القرآن
يلا كيفو يلا بسرعة وريو هاي بنات قولوا الواي قولوا الواي ما يعرفش يلا غادي غادي مكانك 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 مش تمشي برا هاي بسرعة هاي اوزل زميلتك يلا زميلتك يلا القرآن القرآن في القلب تمام الرحمن حب من الدحر القرآن مستور بإيمان
يجري لهنا. هاي البر يجمل كله طيار يكبط في القاعة. لازم يتمنطى إذا ما يتعديش. هاي اقف لي لهنا. بسرعة سندس إجا وزعله بحاله. أقفوا هنا يا بابا. هاي القرآن فيه القلب كمان الرحمن حفظ من التحريف القرآن دستور الإيمان جعل الإنسان نبي شريف. اغذروا لي فمي مش تقولوا معايا كيف كيف. القرآن فيه القلب كمان الرحمن حفظ من التحريف القرآن دستور الإيمان جعل لسان نبي شريف عفيف الإنسان الحافظ للقرآن فرحان يقابل رب الدين الإنسان الحافظ للقرآن عش فرحان يقابل رب الدين في الميزان يشفع القرآن على الصراط يجري العبد فيه. أي وحدكم دوري شفور وانتم ما شاء الله تعلمتوها ومزيانين برشا. صحيح فداء ممتاز جدا. ما شاء الله عليهم ممتازات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا كده تقريم يلا يلا المجموعه هذه يجوا هنا يلا يجوا المجموعه القديمه بابا يجوا معاه يلا يلا بسرعه يجي معاهم. هاي يجي معاهم هاي تيجي هاي وري هنا يلا 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 هاي يجي احمد معاهم اسمعوهم راهم ممتازين معاهم إلاء. بلاش لهم
آيلل. بسم الله بسم الله. عليهم برش. يلا 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 وقف وقف. نزلنا نزلنا نزلنا. هي تصفيقة عربية. الإنسان الحافظ للقرآن يعيش بحافظ. عود لي. الإنسان الحافظ للقرآن يعيش بحافظ لغتي العربية لغتي العربية